هذه الخنادق حسب ناشطين حفرها جيش بشار الأسد حول مدينة حمص وعلى امتداد عشرات الكيلومترات، يشبه خط ألون ذا الخنادق الملغم الذي أقامته القوات الإسرائيلية في حرب تشرين عام 1973، لتثار الأسئلة حول نية النظام في المرحلة المقبلة في معركته مع الجيش الحر كما يرى مراقبون. وهذا استعراض في حمص أيضا من دبابة شلكة القاذفة للطائرات يتدرب فيها جنود النظام بعدما تفيأت لمدة طويلة بمظلة المقاومة والممانعة التي وقف تحتها النظام السوري. كيف لا وقد صرح رامي مخلوف عندما هبت الرياح التي تقتلع الأنظمة بأن استقرار سوريا من استقرار إسرائيل، وحينها وعلى حساب دماء مئات الفلسطينيين الحالمين بوطن لا يعرفونه إلا بالحكايات، كان بانتظارهم موت مجاني. مشهد يؤسف الكثيرين ويذكرهم بما قامت به إسرائيل عندما أقامت الجدار العازل مع الفلسطينيين بعد أن أثبتت ممارسات النظام احتلالها للمدن باقتحامها وليس حفظ الأمن فيها. تسعة شهور استخدمت فيها قوات الأسد كل ما استطاعت إليه سبيلا بهدف قمع انتفاضة الأحرار، ولا يسع المرء عند خطوة حفر الأنفاق إلا أن يتساءل عن ماهية الخطة الجهنمية التي قد تكون قد رسمت لحمص الأبية التي لم ولن تركع إلا لله.